بلفور ما هو وعد، هو في الأصل تصريح، فالوعد إلزام وعقد، وافهم علي منيح. فهم الحقائق مدخلك حتى تأثر، وبسألك ترضى جهودك تخذلك تذهب مهب الريح. كلمة وعد ما وردتش أو بالوثيقة تكون، بالتالي ما إلها أثر أو قيمة في القانون. بس اللي أعطاها الزخم مصادقة عصبة لمم، تصريحها إنه يضم صك انتداب وصريح. هذا درس ماله وصف إلا مكر ودهاء، استثمروا أوراق الضعف وشرعنوا الغرباء. بريطانيا محور هالفكر، واجب عليها تعتذر، بس بالجهد وطول الصبر نقدر لفعلا نطيح. بريطانيا ذنبها صريح. تحياتي إلى الجمهور الفلسطيني والعربي ولكل حر في هذا العالم. انطلقت حملة شعبية بعنوان بلفور مئوية مشروع استعماري في ذكرى مرور 100 عام على هذا التصريح. على الشاشة أمامكم وفي التعليقات موقع الحملة والهاشتاج اللي بدنا نغرد عليه. أنا بدوري راح أقدم 5 حلقات تأصل لمفاهيم قد لا تكون مطروقة شعبيا في هذه الذكرى. فشو راح يكون دورك أنت نصرة لقضية فلسطين؟ خاطركم.